اكو نقطة موضوع ايقاف تأثير الميليشيات المسلحة داف سواء في القرار او حتى في الشارع. يستطيع السيد الكاظمي ممكن ان يصطدم حادثة البعيثة اللي بالدورة ممكن سوت عنده ردة فعل، تدري عندما تداس صور القائد العام للقوات المسلحة امام مرأة الجميع من قبل الميليشيات، هذه طامة كبرى ايضا. يعني انا اعتقد هذه هي الطامة الكبرى، نحن اذا كان هناك صورة يعني كرتونية هو الموضوع هناك... معنوي استاذ ثيل. شوف لا شوف دحك، نحن اذا كان هناك صورة غير حقيقية نتصور انه القائد العام للقوات المسلحة معناها هو الذي يطيعه الجميع بلا استثناء، وهذه الصورة في خيالنا او صورة مثالية غير موجودة على ارض الواقع. طيب. ونحن ندرك كثير جيد بانه هذه الفصائل هي كثير منها فصائل يعني منفلتة وتجاهر يعني التطاول على كل الشخصيات العسكرية وعلى القائد العام للقوات المسلحة في صغيرة وكبيرة، فبالتالي هي ليست قضية يعني هي المهمة، المهم أنه هو داخل في صراع ويجب وهو يدرك بأن هذا الصراع لا يمكن أن يكون بدون خسائر وبدون مجابهة وبدون أن يتعرضوا له ولسمعته ول يحاولون أن يثنونه بكل الطرق، وبالتالي عليه أن يستعد لمثل هذا الصراع. لكن النقطة اللي يعني يجب أن ننتبه إليها أن هذه الفصائل ضعيفة لا تمتلك القدرة على المواجهة مع الدولة، هذه اللي نحن نعرفها وكثير مليح، ولكنها تحتاج إلى أن ترى أمامها قائد قوي لا يهتم لصياحها، لا يهتم لتلك الجعجعة التي تحدثها، وواضح في قراراته وأنه سينهي هذا الملف. أعتقد أنه سينهى بسهولة. السيد الكاظمي هكذا كما ذكرت لن يهتم، يعني أنا أعتقد يحتاج إلى مجابهة أكثر وجرأة أكثر.